وللقي مزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة الدكتور عبد العزيز أبل عضو مجلس الشورى. دكتور بداية نرحب بك، وحبذا لو تحدثنا عن أبرز الإنجازات التي حققتها البحرين خلال مسيرتها الديمقراطية، خاصة وأن المملكة تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية. شكرا جزيلا الحقيقة، واسمح لي في البداية أن أتشرف بأن أرفع إلى المقام السامي لسيد البلاد جلالة الملك المعظم وإلى مقام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذا اليوم الذي تحتفل فيه البحرين وتشارك فيه البحرين العالم جميعا باليوم الدولي للديمقراطية. والحقيقة يعني سأضيف إلى ما تفضلت به في التقرير، نحن في البحرين يعني هناك فعلا ما يميز التجربة، ما يميز المسيرة الديمقراطية التي أرسى نهجها جلالة الملك المعظم. في البداية أود أن أشير إلى أن احنا لدينا نظام سياسي متقدم ومرن، وهذا النظام يستند إلى المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، وأيضا ما هو نقطة مهمة يؤسس للاستقرار السياسي الذي يسمح بالتطور والنمو على كافة المستويات دون أن يحدث أي زلل أو خلل فيما يتعلق. ونلاحظ أنه في المنطقة العربية هناك بعض الدول الشقيقة والصديقة التي تعاني من الاستقرار بسبب عدم وجود نظام سياسي مرن، وهذه هي النقطة تميز ديمقراطية البحرين الحقيقة. وأيضا النظام عندنا السياسي يسمح بالرقابة على الأداء على الإدارة العامة، الإدارة العامة للدولة، وبالتالي يسمح بالتشريع والرقابة، وبالتالي يحسن الأداء تماما. نعم. الميزة الأساسية التي ينبغي الحديث عنها أن الديمقراطية لا ينبغي فقط أن تربط بالحياة السياسية، وإنما أيضا كما تفضلت في التقرير الديمقراطية تعني التطور الاقتصادي، تعني تعزيز الوضع الاجتماعي، تعني تعزيز الوضع الثقافي، تعزيز كل جوانب حقوق الإنسان التي ترتبط بالإنسان، وبالتالي تعطيه المجال للعيش نعم بحياة كريمة وبمستوى راقي. إذن سعادة الدكتور عبد العزيز أبو العضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.